الاستثمار في العنصر البشري والخبرات لدى الهيئة العامة للصناعة والتوسع في استخدام النظم الآلية مع أحدث التطبيقات هو حجر الأساس في تحقيق أهدافها ومشاريعها الحالية والمستقبلية. هذا الحفل الحقيقة في نوع من الوفاء للأخوة المتقاعدين، تقدير للدور اللي قاموا فيه خلال مدة خدمتهم في الهيئة وعطاهم متميز خلال سنوات طويلة من عملهم. الشباب في الهيئة العامة للصناعة يجب أن يعملوا بروح الفريق الواحد حتى تكتمل الدورة وتنمو الصناعة إن شاء الله في بلدنا الكويت. طبعا الهيئة العامة للصناعة يعني دابت كل سنة أنها أو سنتها السنة بحيث أنها تكرم المنتسبين إليها من موظفين والمتميزين في أداء أعمالهم، وكذلك ممن بلغوا 25 سنة خدمة في الهيئة، وكذلك تكريم ممن تقاعدوا. وهالقصد منا هو تقديم الجزيل الشكر والعرفان والامتنان لما أدوا من عمل خلال هالفترة. متقاعدون أمضوا أكثر من 25 عاما في خدمة الهيئة لتطوير أدائها، وساهمت جهودهم في نجاحها فاستحقوا التكريم. التقاعد بداية المرحلة الثانية اللي هي مرحلة حياته العائلية الأسرية حياته التجارية. وأنا صراحة في نصيحة أقول لهم، لا تدشوا بالتجارة على طول، تمهل شوي، شوفوا الوضع ودش في التجارة شوي شوي. الحفل السنوي زين حق الموظفين بشكل عام، من ناحية أنه يبين حق الإدارات أنها مترابطة وأنه يكرمون الناس المتميزين والمتقاعدين، ويبين أن اهتمام الإدارة بشكل عام حق المتقاعدين والمتميزين واللي مضت خدماتهم، أساس يبينون لهم أنهم للحين موجودين وللحين يعني يكرمونهم لخدمتهم اللي طافت يعني. مشروع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت حتى عام 2035 مشاريع رئيسية أنجزت الهيئة المرحلة الثالثة منها، وتركز على رفع حجم الصادرات الصناعية وفتح أسواق خارجية جديدة. حسن المطيري، تلفزيون دولة الكويت.